إذا أنت تبيع على موقع أمازون أو تريد بالمستقبل البيع على الموقع، مهم جدا أن تعرف سلوك المشتري على موقع أمازون. قد أجري استفتاء مع 2000 مشترك مدمن على الشراء على موقع أمازون لمعرفة سلوكياتهم. ابقى معي لآخر الفيديو لمعرفة الأسئلة التي طرحت ونتائج الاستفتاء المفاجئة التي كانت. السؤال الأول في الاستفتاء هو: عندما تبحث عن منتج على موقع أمازون، هل تكتب في مربع البحث عن ماركة معروفة أو مصطلحات عامة عن المنتج؟ والنتائج كانت مذهلة. 74% يكتبون مصطلحات عامة عن المنتج الذي يبحث عنه، مقابل 26% يكتبون ماركة معروفة لفئة المنتج. هذه معلومة مهمة نستنتج منها كتجار أن نركز على المصطلحات المهمة لمنتجنا، ولا يوجد أهمية كبيرة للماركة. ركز تعريف المصطلحات في عنوان الصفحة ووصف المنتج، وأيضا في بند الكيوردز خلال إنشاء صفحة المبيعات. السؤال الثاني في الاستفتاء كان: هل أنتم تعرفون التمييز بين النتيجة المروجة على موقع أمازون، وهل تؤثر على قراركم في شراء المنتج؟ والنتائج هي أن 50% من المشتركين بالاستفتاء لا تعرف التمييز بين نتيجة مروجة ونتيجة عادية. أما بخصوص تأثيرهم على قرار الشراء، 67% من المشتركين لا يؤثر عليهم النتائج المروجة، و 33% يؤثر على قرارهم. من النتائج نستنتج أن المشترين على الموقع لا تهتم كثيرا في النتائج المروجة على الموقع، فيمكننا استغلالها لصالحنا والتفوق على المنافسين من خلال استخدام برامج التسويق الخاصة داخل موقع أمازون للظهور طبعا في أول نتائج البحث بالمصطلحات المختصة في منتجنا. لا تستهتر في برنامج التسويق على موقع أمازون، لأنه لديه تأثير كبير لنجاح المنتج على الموقع. السؤال الثالث في الاستفتاء هو: أي فئة منتجات تفضل عدم شراؤها على الموقع؟ 23% من المشتركين أجابوا فئة مستلزمات الطعام، و2% أجابوا مستلزمات السيارات والصناعة، و1% فئة المنتجات، و1% فئة الإلكترونيات، و1% فئة الحيوانات الأليفة. من النتائج نستنتج عدم الاقتراب لفئة مستلزمات الطعام. ممكن بالمستقبل النسبة ستنخفض، ولكن حاليا مفضل عدم الاقتراب لهذه الفئات. السؤال الرابع هو: أي نوع من الصور تفضل رؤيتها في صفحة المبيعات؟ 48% من المشتركين أجابوا الصور المعلوماتية الانفوجرافيكس، و42% أجابوا صور للمنتج خلال استخدامه، و32% يفضلوا فيديو شرح عن المنتج، و28% صور تصميمية وبجودة عالية للمنتج. من النتائج نستنتج أهمية الصور على أمازون ومدى تأثيرها على المشتري، ونرى تفضيل الأكثرية للصور المعلوماتية الانفوجرافيك، لأنها تظهر الكثير من المعلومات عن المنتج وتبرز صفاتها الأساسية. أتمنى أن النتائج الاستفتاء أفادتك وتعلمت الكثير من المعلومات المهمة عن المشترين على موقع أمازون. ركز على تسويق المنتج على الموقع، ركز على الصور المعلوماتية للمنتج، ركز على المصطلحات التي تعرفها في صفحة المبيعات، وفئة المنتجات التي تخطط بدء البيع بها. لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.